يا خالد مساء الانوار. كابتن مدحت مساء الانوار. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن فاروق؟ ازيك يا خالد؟ عامل ايه؟ تمام ازيك يا الحمد لله. كابتن علاء ازيك؟ خالد ازيك يا خالد؟ يا كابتن اتكلموا عليك كلام كبير جدا جدا وتستاهلوا على فكره، وتستاهلوا يا خالد والله. ربنا يخليك. لا تستاهل كل كلمه بجد. ربنا يخليك يا كابتن. احساسك انت 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 دلوقتي خلاص بقيت عقدك مع الاتحاد يا خالد، ها؟ مفيش مع الزمالك خلاص؟ لا انا عادي مع الاتحاد. يعني انت خلاص الزمالك انت مفيش ارتباط بيه؟ لا لا انا مع الاتحاد دلوقتي. طب تفتكر يا خالد انت النهارده ما شاء الله 13 هدف ما شاء الله، يعني من وجهه نظرك لماذا حققت هذا القدر من الاهداف مع الاتحاد ولم تحققه مع الزمالك؟ هو ملخص يا كابتن والله ان انا خدت فرصتي في نادي الاتحاد، يمكن الكابتن فاروق كان قريب مننا في الزمالك، ما كنتش باخد فرصه في الزمالك. في الاتحاد الحمد لله يعني بلعب بشكل كويس وبأدي وبتمرن كويس وبعمل اللي عليا، لكن في الزمالك كنت بتمرن والكابتن فاروق كان حاضر معانا في الوقت ده في الزمالك، ما كنتش بلعب، يعني كنت بتمرن كويس وماتشات وديه كويس وبعمل ماتشات كويسه وما كنتش بلعب برضه. كان مين الكوتش يا خالد؟ كان نبوشه. نبوشه. اوكي. وقتها كنت في المنتخب؟ لا ما كنتش في المنتخب، بس انا كنت والله يعني الكابتن فاروق زي ما بقول لحضرتك كان عارف في الماتشات الوديه كل ماتش ودي حالته كويسه، ثلاث اجوان واربع اجوال ما بيقول الكابتن فاروق كويس، بس ما كنتش بلعب، كان موجود كاسونكو وباسل كانوا هم اللي بيلعبوا. وجدت فرصتك في الاتحاد؟ طبعا في الاتحاد. انت ماضي في الاتحاد قد ايه يا خالد؟ سنتين. السنه دي واللي جايه؟ السنه دي واللي جايه. ومن وجهه نظرك ليه الفتره الاخيره الى حد ما الاتحاد مش ماشي قوي النتائج يا خالد؟ والله كابتن سوء توفيق، كل الماتشات اللي عملناها عملنا ماتشات كويسه، بس هو التوفيق مش معانا شويه. يمكن احنا بنأدي عند الماتش الاهلي اللي هو جه فينا في الدقيقه الاخيره جونين، وماتش بتروجيت الماتش اللي قبل اللي فات، والماتش اللي فات بتاع بيراميدز، يعني عاملين ماتش ثلاث ماتشات، يعني الثلاثه ما نخسرش، يعني لو طالعين ببونت بنبقى هنبقى زعلانين. ثلاث ماتشات خساره، يعني ده كانت مفاجاه بالنسبه لنا. الشوط الثاني ان شاء الله نقدر الفتره الجايه نلم، يعني ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه لنادي الاتحاد ان شاء الله. عموما يا خالد انت لعيب كبير ودي بشهاده الكباتن الكبار طبعا، ونتمنى دايما تبقى متالق ان شاء الله مع الاتحاد. توفيق يا خالد. ربنا يخليك يا كابتن. ان شاء الله. توفيق يا خالد. شكرا جزيلا.